بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع حضراتكم هذا العنوان الغامض والذي يتحدث عن أحداث خطيرة تجري في المملكة العربية السعودية، حيث عنونت تيراتي عربي التلفزيون التركي الرسمي بعنوان قتلت لأتفه من تلك الأسباب، تحقيق في شبكة الرعب السعودية على تويتر، حيث نشهد تهديدات وعنف وتشهير وإجراءات تسبق إجراءات عملية لتصفيات جسدية. لمتابعة ما جاء على تيراتي عربي أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تهديدات وعنف وتشهير تشنها شبكات الذباب الإلكتروني السعودي على تويتر في حملاتها ضد الصحفيين المعارضين قبل أن تعمد الرياض إلى تصفيتهم، كما في قضية جمال خاشقجي. هذا ما يكشف عنه في تحقيق أعده موقع انترسبت الأمريكي عبر الغوص داخل عوالم شبكات الرعب هذه. لاح الرعب على عيني جيوف غولبورغ وهو يتابع مقطع فيديو متداولا على صفحات التويتر يهاجمه بأنه العدو اللدود للمملكة العربية السعودية، الذي يرتكز عمله على تشويه سمعتها ونشر تحليلات زائفة من أجلها. تم حظر عدد من الحسابات الوطنية ومتعاطفيها. هو الذي يدير شبكة فورنسايز بنيويورك، يشتغل بالكشف عن حملات تلاعب الحكومات بالرأي العام عبر تحليل بيانات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وضعه نشاطه ذاك وجها لوجه مع شبكة منظمة تديرها المملكة العربية السعودية، مهمتها ترهيب الصحفيين وترويعهم. حساب التويتر خلف هذا المقطع كان تحت اسم حسين الغاوي، والذي لم يدخر جهدا في ربط مدير الشركة الأمريكية بكل من أسماهم خصوم المملكة، أبرزهم قطر وتركيا وإيران وحزب الله، فيما ارتبط الحساب ذاته بحملة تهديد وتشهير مشابهة سبقت اغتيال الصحفي السعودي سنة 2018، والذي يرجح أن ولي العهد السعودي هو من أعطى الأوامر لتصفيته بحسب ما يورد موقع انترسبت الأمريكي في تحقيق له بعنوان دولة تقتل لأتفه الأسباب، جحافل مناصري السعودية يرهبون المعارضين. مشروع الجمرة. يقول جيوف إن مشاهدة ذلك الفيديو بكل تلك الاتهامات التي يحملها تجاهي يشعرني بأنني في خطر محدق، ويجعلني أخاف من أن أتم العمل الذي أقوم به. حتى وأنا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية إحساس بالخطر يبرره التحقيق، مشيرا إلى أن حملة مماثلة للتي تعرض لها مدير الشركة الأمريكية كان قد تعرض لها الصحفي جمال خاشقجي شهورا قبل اغتياله داخل قنصلية بلده بإسطنبول. بل الحساب الذي نشر مقطع الفيديو المذكور كان أحد الحسابات التي قادت الحملة ضد الصحفي المغدور، يؤكد انترسيب. يقول غولبورغ إن وصف أعمالي بأنها دفاع عن حزب الله هي اتهامات لا أساس لها، قادمة من دولة قتلت لأتفه من تلك الأسباب ما جعلني أحس بانعدام الأمان، لدرجة كنت أمشي وألتفت ورائي للتأكد ألا أحد سيقتلني، فيما ليس صاحبنا وحده الذي تم التحرش به من أسراب الذباب الإلكتروني السعودي. بل نفس المقطع عين عددا من النشطاء السعوديين كخونة يعملون مع جهات أجنبية ضد مصالح المملكة، كعدد آخر من الشخصيات الأمريكية، واحدة منهم هي سارة ليا وايتسون، مديرة مركز أبحاث الديمقراطية الآن من أجل العالم العربي بواشنطن، والتي صرحت أنه يجب علينا أن نتذكر دائما بأن حرية التعبير في السعودية انسحقت تحت تعاظم سطوة محمد بن سلمان، وبالتالي تلك التحرشات على تويتر لا يمكن لها أن تكون قادمة إلا بأوامر السلطات السعودية، خصوصا أن تأسيس المعهد الذي تقوده وايتسون يقول التحقيق كان أساس فكرة المرحوم جمال خاشقجي،
وبالتالي فقد تعرض المعهد لهجمات عدة كفريق عمل لحملات تعرضت لشخصهم بالتهديد والتشهير تورد رئيسته هذا الكلام. هذه الحملة المنظمة على منصتي تويتر ويوتيوب سميت باسم الجمرة، وهي سلسلة منشورات تحريضية وتهديد وتحرشات ضد أهداف تقلق النظام السعودي تقوم بها شبكات مرتبطة بسلطاته، فيما حساب حسين الغاوي الذي ينشر مقاطع فيديوهات صفحته بتويتر وصفحة يوتيوب بنحو 120 ألف مشترك لا يوجد عنه إلا معلومات نادرة على الشبكة، حيث يعرف نفسه بالصحافي السعودي، فيما غولبورغ الذي يقول أنه لا اهتمام حقيقي له بالسياسات الشرق أوسطية ظهر اسمه في أحد فيديوهات الجمرة، ما يعني أنه قد استفزت أعماله رجال السلطة في الرياض. يورد التحقيق حيث سبق أن كشف فريق عمل الشركة الأمريكية عن بيانات تحليلية تثبت ضلوع الحكومة السعودية في حملة واسعة من التضليل الإعلامي على وسائل الاتصال الاجتماعي استخدمت في روبوتات النشر وحسابات وهمية. هذا وتقوم الجمرة بمهاجمة الشخصيات التي تقلق حلفاء النظام السعودي مثل محمد سلطان الشاب الأمريكي المصري الذي قضى سنتين في سجون السيسي، تعرض له الغاوي بمقاطع فيديو مماثلة لتلك التي هاجمت غولبورغ وويتسون تويتر مع بن سلمان. هدف فيديوهات الجمرة أنها تصبح ذريعة وتخلق الشكوك حول الأشخاص لدى الرأي العام، كل هذا كي يتسنى لهم فيما بعد الاستفراد بهم وقتلهم دون أن يثير ذلك تعاطفا أو ضجة. يقول سلطان ويضيف: هذا ما قاموا به مع جمال خاشقجي، شوهوا سمعته على قدر ما استطاعوا كي يدفعوا الناس إلى سوء فهم ما يقع وبعدها حين قتله إلى اعتبار الأمر معقدا. كل هذا يمر دون أن تتخذ منصة تويتر أي إجراء ناجع ضده، وهي التي أساسا اتهم عنصران من إدارتها بعملهما جواسيس للنظام السعودي في قضية حققت فيها الشرطة الفيدرالية الأمريكية سنة 2020 غير حملات حذف من وقت إلى آخر لحسابات وهمية مرتبطة بالنظام السعودي، وتستغل المنصة لعمليات التشويش لمصلحته، كما يؤكد التحقيق أن إجراءات المنصة تمس بشكل أضعف المحتوى غير الناطق بالإنجليزية مقارنة بمثليه الإنجليزي، ما يسمح بتملصه من رقابة الإدارة، فيما يستمر حساب الغاوي في نشر محتواه إلى حدود الآن، آخره هو مقطع يعود تاريخه إلى يونيو حزيران الماضي استهدف فيه مؤسس كنيسي قائلا بأن المشتغلين فيها من أصول إيرانية، متهما دون أي أساس واحدا على الأقل منهم بالاشتغال من طهران، وهو إيلي كليفتون الذي صرح بأنه لمن الصادم أن نشاهد شركات أمريكية كتويتر وجوجل تحتضن هذا المحتوى وتساعده على الانتشار، فيما حملت مديرة معهد الديمقراطية الآن من أجل العالم العربي المسؤولية لإدارة بايدن في حماية الأمريكيين ووضع حد لما يتعرضون له من ترهيب وترويع يقف حليفه السعودي وراءه. بذلك متابعين الأعزاء قد نقلنا لحضراتكم الرعب الذي ينتاب صحفيين، لا نقول سعوديين ولكن صحفيين أمريكيين يتعرضون لحملة ترويع هائلة كالتي تعرض لها جمال خاشقجي من الذباب الإلكتروني السعودي على تويتر في حملة من حملات الرعب. أتمنى أن أكون قد أوصلت الصورة لحضراتكم، وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.